هنروح لحاجة تانية لفيديو تاني او تقرير كمان تاني. داليا سويلم ومنى قلة شابتين تخرجتا من كلية نظم المعلومات، قرروا ان هم يدخلوا مجال ما دخلتوش اي بنت قبل كده، فانشأوا مغسلة للسيارات. يعني حقيقة هو فكرة مختلفة. خلونا نشوف تجربتهم اكتر في الفيديو ده والتقرير ده، نرجع لحضراتكم. منى سعد قلة، بشتغل في جامعة الفيوم محاسب، خريجة نظم معلومات. أنا داليا سويلم، خريجة نظم معلومات وشغالة في قصر العيني الفرنساوي. عرفت منى عن طريق التصوير الفوتوغرافي، كانت الصدفة إن احنا خريجين نفس الجامعة. فكرة المغسلة جت احنا حابين مجال العربيات وهاويين مجال، مشتركين في جروبات كتير للعربيات و بنحضر ايفنت بنتابع المجال نفسه كل جديد ايه الموجود فيه. فكرنا ان احنا نعمل مشروع ليه علاقه بحبنا للعربيات، فجت فكره المغسله. الاسره بالنسبه لهم كان الموضوع مختلف، وبس هما كانوا يعني واثقين فينا، ما كانش فيه اي اعتراض على اي حاجه، بالعكس كانوا بيساعدونا ماديا ومعنويا برضه. بالنسبه للمجتمع ما كانش فيه بالنسبه لنا تخوف، لان دلوقتي المراه بقت في كذا مجال، يعني بتدخل مجالات كتير، ما بقاش مقتصر على مجال واحد او حاجه واحده المراه بتعملها او الراجل بيعملها، لا بقى في ستات بتخش في مجالات مختلفه وغريبه وبتثبت نفسها. فكرة المغسلة عموما ان هو يبقى قايمة عليها بنتين، هي حاجة جديدة في المجتمع عندنا، مش موجودة في مكان تاني. بس بصراحة كاختلاف او كأداء الخدمة هنا موجود، انا مشفتوش زي في اي مكان تاني، وده اللي حاجة الوحيدة اللي تخليني هنا اجي. يعني كان في رسالة ان احنا عايزين نثبت ان البنت تقدر تشتغل اي حاجة، يعني مش شرط ان المهنة غسيل سيارات ده محتكر للولد، احنا قادرين ان احنا ندخل اي مجال ما دام البنت تقدر تثبت نفسها، لا تخوض التجربه هتقدر تثبت فكرتها. وجه رساله للبنات ان مفيش صعوبات، يعني هي ما تحاولش ان هي تحكم نفسها في حاجه معينه او المجتمع يحكمها في حاجه معينه، لا تفكر كويس ان مبقاش في حاجه مقتصره على حد واحد. اي واحده هتقدر تثبت نفسها ما دام هي حابه ان هي تدخل تجربه في مجال، تدخل تنزل وتدرس الموضوع كويس جدا، وهتقدر يبقى ليها بصمه في اي مجال هي حابه ان هي تثبت نفسها فيه. والله جدعان جدا، جدعات جدا، يعني بحرف الت بجد. بعدين اللي يعني يقدروا يعملوا اي حاجه، مش زي ما احنا شفنا الشغل، ولما سالوا حد راح لهم رد قال انا بشوف خدمه هنا ما بشوفهاش في اماكن تانية. فهنا المعيار دايما مش بنت ولا ولد ولا حاجه، خالص. انت بتقدم بتتقن عملك ولا لا. بصنف حقيقة. النظر انت راجل او ست، بس هي يعني الفكره شغلانه متعبه. صعبة صح؟ صحيح. لا متعبه، بس ربنا يوفقهم يا رب. كل ما حد بيبقى بيفكر خارج الصندوق بيبقى الموضوع مختلف تماما. صحيح. فربنا يوفقهم يا رب. يعني طيب ايجابيه الصوت الضمير، يعني هو بتعمل العربيه من جوه، انا متابع. لا ضمير يعني عارفه الحته دي، لان البنات عامه او العام الانثوي بيبقى دقيق قوي. لا مفيش كذب والله. طيب.